IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 7:04 مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في عدد جديد من سبور بلوس، حلقة 3/24 ماي 2022. كالعادة نرجع لآخر وأهم المستجدات والأخبار والمواضيع الرياضية في تونس وكذلك في العالم. نسلموا برشا على كل متابعينا سواء كانوا داخل تونس وخارج حدود الوطن. تحية كبيرة لكل متابعينا المروحين من خدمهم، سيسريحكم في الكياس، ردوا بالكم في السيركولاسيون وتابعونا من توا حتى الثمانية في EFM Sport Plus. اليوم نحكي عود على قرار لجنة الاستئناف في قضية هلال شابة ونادي الإفريقي. القرار هو لا قرار، وتأجيل الحكم إلى يوم الثلاثاء المقبل إلى جلسة 31 ماي. عودة بالتفاصيل على الاجتماع اللي صار اليوم، التصريحات سواء من جانب نادي الإفريقي أو كذلك من جانب هلال الشابة. نحكي على زكي العمدوني يختار تمثيل منتخب سويسرا ويرفض المنتخب التونسي. من هو زكي العمدوني؟ هل منتخبنا خسر عنصر هام في كأس العالم قطر 2022 وإلى لا؟ نحكيه كذلك على قرارات مكتب الرابطة اليوم، جملة من العقوبات ضد عدد من الفرق، فما فيهم ما يتحكي وما يتعلق. ونحكيه كذلك على تعيينات الحكام، حكام الجولة السابعة من البلاي أوف غدوة، كذلك الموعد مع الدفعة الأولى من خلال كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. هذا وغيره من الأخبار والمستجدات. نسلم على كل فريق الإعداد، أمير في الإخراج وسام بن حسين في العمل الصحفي وفي الإعداد، تحية كذلك لويصال في الإعداد. نسلم على EFM TV زميلتنا إيمان الجدي ووئام رابح، وفي الديجيتال وفي السوشيال ميديا أيمن الوافي وعبير الزغدودي. معكم أيمن زروق، بشرفكم في الرحلة اللي تتواصل لمدة ساعة من زمان. كذلك موجودين معايا في البلاتو لمرافقتي وللتعليق على هذه المستجدات، حاسس انه باش يهز الحمل في حصه الليله وليد قرفاله. مساء الخير على سالم وليد. مساء الخير ايمن، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، الناس اللي تتابعوا فينا على EFM TV. سمير ورجع برشا يسألوا عليه سمير السليمي وين وين ومن اللي تحط عادل خليه خليه على جنب. طارق عمار كوتش قيس اليعقوبي، واكيد حلقه بالحق ايمن عنا ما نحكيوا فيها عدة معطيات وعدة كواليس على الرابطة، على القرار تاع لجنة الاستئناف، على تعيينات الحكام خاصة تاع الجولة تاع غدوة بعد غدوة. اقعدوا وتابعونا اكيد ماكمش باش تنبوا. ذولي انت عندك ما تعلق على تعيينات الحكام، انت الحكام عندك ما تحكي فيهم بالكدا. مرحبا بك وليد قرفاله. طارق سالم يرافقنا، مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير، مرحبا بك، مرحبا بوليد، سمير، قيس، عمار، كل متابعينا على EFM TV. وان شاء الله ان شاء الله حصه سخونه شويه ان شاء الله. حسب رايك انت، حسب ما شفت، حسب ما شفت اللي موجود سخونه شويه، الحصه سخونه برشا. مرحبا بك طارق سالم رفقنا، والله توحشني الحقيقه. معناتها بسبب التزاماته المهنيه تغيب علينا منذ يوم الاربعاء الفارط، يجعلنا بعد 6 ايام بالضبط. سمير السليمي مساء الخير، اهلا وسهلا سمير. زروق تحيه ليك، تحيه لوليد، هاك لابس نفس اللون انا وياه، هو سوريا وانا مريول، قلب على القلب، سيف تخلي ولا الأزرق السماوي. طارق والأولاد وعمار بلي وتشوفوا فيه الصيف وتشوفوا فيه الأزرق السماوي، ثم جري سماوي البرا سخونة تاو بركة خبروا عليها بشي دي سيسوا ريحكم بالحق برا مو فما مطرة هيلة مطرة كبيرة مش غسالة النوادر. كان معكم سمير سليمي في النشرة الجوية. وعمار وين وعمار؟ عمار يرجع لنا ايمات أخرى غاد شوي في العرس. أنا غبت أخوي نهارين عندي خدمة وقتها نهارين شوف ايش صار فيهم في الجنوب التونسي، شوف ايش صار فيهم كل نهارين. والله تعيين عادل السليمي مدرب النادي الافريقي. اما فرحوا بيك برشا في دوز سمير، ما شاء الله دوز محليهم فرحوا بيك في دوز. غير عادي، وانا فرحوا هو في دوز وانا فرحوا بي انا، معناها عادل السليمي تم تعيينه مدرب النادي الافريقي. التليفونات تجيني ليا انا، ما فهمتش مدخلني معناتها في الموضوع شنو دخلني. اي كيفاه سمير، اي كيف سمير باش ينزل على اخوه، هذوما المساجات قاعد نقول لك فيهم تو. سمير زعما باش ينتقد عادل كيما انتقد منصر لوحيشي. تو شوفوا تو الناس الكل يستنوا في سمير السليمي ايش باش يقول على الكلوب اكثر من شنو باش يعمل عادل في الكلوب. معناتها هل لديك تعليق؟ مش نورمال، شو تعليق؟ باش نعلق برسمك تو؟ شنو تصير مو صاحبي خويا؟
إيه؟ وقبله قيس اليعقوبي يمشي لداري ونجي لداري وقيس وزميل معنا يخدم إيه؟ مسكين قيس اليعقوبي الكلام اللي عندي انا مش نورمال إيه؟ ونتقابل نضحك ونلعبوا إيه؟ وقبلهم كيف كيف عادل وغيره يا ما عادل اخوك يا ايمن 2010 2010 تعين مدرب وقتها في النادي الافريقي براتشي ما قعدش برشا ما قعدش نتذكرها بريود جميل عتروس تعين مع عادل مساعد في اول تجربه سمير في الاحد هذه تنحى براتشي عمل نتائج خايبه عاد سمير يحكي يعطي في رأيه قال لهم بو تو نحيته المدرب اي والمساعد شو عملنا فيه من غير ما يسميها ما قالش المساعد اي المساعد قاعد يعمل هز المدرب والله ما نعرف بعد ما قلت هذيك عاد اول مكالمه ولا اول مقابله اش قال بعد ما قلت لك يعطيك الصحه هاي سمعتني خلينا نحاول ايش بصراحه كي تنحى المدير الفني ولا المدرب لا تجواش قاعد يعمل كيما في السراء والضراء صحيح فهمتني هذاك اللوجيك انا هذاك اللوجيك انا متفاجئ ما لعبتش بيهم بهتين معناتها انا حاجه عاديه تظهر لي معناتها ما كان لعبت الكلوب بالبيب شو نقول لعبت بالبيب كان فما شويه هكا تبلبيز وشانجمونات وعليش خيارات هكاك وبرب شو نقولوا فيهم وعليهم هكا ولا كيما الناس الكل هكا ولا اكثر ولا اقل يا ودي انا راني ننتقد روحي حلوه هذه حلوه هذه نخرجوا فاصل ثم نرجعوا وندخلوا مباشره في صلب الموضوع ومختلف مواضيعنا وفقراتنا. توما تسمو في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل. مرحبا من جديد في سبور بلس توا 7 و 12 دقيقة توا بعد شوية باش نحكيو على تعيينات الحكام ومباريات الجولة 7 بلايف لكن البداية بمجموعة من الأخبار وباش تكون البداية من سويسرا. لانفو دو جور زكي العمدوني يختار تمثيل منتخب سويسرا ويرفض المنتخب التونسي وليد قرفيلة من هو زكي العمدوني هل خسرنا ملاعبي اسمه زكي العمدوني هنا من أسبوع التالي ثم ملاعبي جديد التحق بالمنتخب الوطني التونسي متاعنا الظهير الأيسر رامي كعير قلنا ثم استراتيجية ماشية فيها ليكيب ناسيونال من هوني حتى الكاس العالم قطر 2022 من بين الملاعبين الموجودين اللي هو زكي العمدوني حتى وقت اللي كان جاب حذايا سي حسين جنيح كان قالي وقت ثم اتصالات ومفاوضات اليوم التأكيد الرسمي والخبر الرسمي جي من عنده وكيل أعماله اللي يقول أنه رسميا اختار تمثيل منتخب سويسرا ورفض زوز منتخبات اللي هما منتخب التونسي ومنتخب تركيا شنو نجمو نعرفوا عليه زكي العمدوني هذا زكي العمدوني هو لاعب مولود سنة 2000 معناتها يبلغ من العمر 22 من السنة بدأ حياته الكروية تقريبا عداها الكل في سويسرا عنده ثلاثة جنسيات سمير التونسية التركية والسويسرية بدايته الفعلية وبداية أنه اسمه يبرز كانت السنة الفارطة مع فريق لوزان سبور في القسم الثاني ثم في ستاد لوزان عفوا في القسم الثاني ثم انتقل إلى الفريق الكبير تاع لوزان وهو لوزان سبور وين السنة عدى موسم ممتاز وممتاز جدا رغم أنه الفريق متاعه ماهوش الفريق الكبير ماهوش الفريق اللي يلعب على المراتب الأولى لكن تمكن من تسجيل 12 هدف في 34 مقابلة وخلى حتى الناس في سويسرا والرأي العام الرياضي والصحف يكتبوا عليه ويقولوا لو بنزيما سويس أنت باش تفهم القيمة بتاع اللاعب هذا 34 من 36 ممكن بالضبط سجل فيهم 12 هدف ويظل في 5 مقابلات من الكأس سجل 3 أهداف معناتها خلال السنة الرياضية مسجل 15 هدف يلعب في المراكز الهجومية اللي هو هدف فريقه وسابع هدف في الدوري السويسي بالضبط يلعب في المراكز الهجومية الكل يلعب على اليسار نجم يلعب على اليمين ويلعب خاصة زادا في الموقع اللي احنا عنا فيه مشاكل وعنا فيه نقص وهو قلب الهجوم الإغراءات السويسرية كانت كبيره جدا الغرات السويسريه ابار الامور انه يلعب غاديكا والتاثيرات الكبيره والتاثيرات حتى تاع وكيل اعماله اللي كان سعيد جدا عند اعلان الخبر فما وعود كبيره باش يكون موجود حتى في المنتخب الاول وتعرف انه ملاعب في عمره هو 22 سنه يمثل المنتخب السويسري اكيد حاجه مهمه برشا الحقيقه انا نتاسف على انه اللاعب هذا مش باش يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي كان ينجم من الملاعبيه اللي نجموا يعاونوا برشا المنتخب في المرحله الجايه خاصه انا يمكن كما قلت لك انه المركز اللي يلعب فيه مركز عندنا فيه نقص واضح لكن نحبك من بعد ترجع لي فما لاعب قرب برشا ربما من المنتخب الوطني التونسي تقول لي تو اسم ولقب راني, راني 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 خذيره ينجم يكون في قادم الايام في المنتخب الوطني التونسي راني خذيره لاعب نيو برلين لاعب نيو برلين صحيح هو في وقت من الاوقات ما حبش ورفض لكن ربما المونديال
باش يبدل انا عندي المعلومه اللي عندي هو فما مفاوضات رجعت من جديد مع راني خضيرة، ماهيش جديده عندها ملي ترشحنا للكوب دي مون والمكتب الجامعي كانوا تبقى هذه المعلومه اللي عندي اسكو قرب والا ما صار الاعلان ما صارش الاعلان ما نعرفش فما تقارب في وجهات النظر واضح. اللاعب هو لاعب فريق يونيون برلين سمير يلعب ويلعب وسط الميدان كذلك لعب في ديفونس اتروا لعب في اللاكس سنترال دونك ينجم يكون حل مهم زاد للمنتخب اذا كان وصلوا الى تفاهم. تو نشوفوا من هوني القادم ليامات الموضوع نتاع راني خضيرة هيت نقعدوا مع زكي العمدوني. خسر منتخبنا ملاعبي بقيمه معينه وقت اللي نشوفوا هنايا نحطوا على جنب زكي العمدوني البوست هذاك عنا فيه مشكله اي خسرنا ملاعبي باعتبار الضعف اللي عندنا في مركز الهجوم بطبيعة الحال كل ملاعب يبرز ولا عنده إمكانية أنه يفيد المنتخب بطبيعة الحال نكونوا خسرناه وذلك علاش احنا في البطولة متاعنا التونسية وفي الملاعبية متاعنا زدها على مستوى المنتخب الوطني عينينا على المهاجمين إن شاء الله يتألقوا فما بعض الأسماء طارق هكا ولا بعض الأسماء في البطولة التونسية نتكلم على الشماخي نتكلم على شوات نتكلم على بن حمودة وغيره من الملاعبين ماذا بينا يبرزوا باش على الأقل يكونوا موجودين في المركز هذاك لأنه نعرفوا أنه عنا ضعف في الواحد هذاك في المركز هذاك بالذات. سؤالك صعيب شوية باش نجاوب عليها لأنه المنتخب خسر ولا ما خسرش علاش؟ لأنه وقت اللي ملاعبي يقول لك لا ما نجيش ولا يرفض ولا به يعتذر باش نلطفوها يعتذر شنو انت نجم تستنى منه هذاك يمشي يجيك هو معناها فوق من الرغبه نتاعو حتى شيء رغم قيمته الفنيه. النقطه الثانيه دخلت يا معلم في منافسه مع تركيا ومع سويسرا والكفه رشحت سويسرا علاش الى جانب الاغراءات الماليه هو عايش في سويسرا يعتبر سويسري اكثر منه تونسي ولو انه عنده جنسيه تونسيه وممكن حتى بالعربي ما يتكلمش مليح وممكن تونس يزورها كان في مناسبات واعياد هكا ولا دونك انتمائه الى سويسرا اكثر منه انتمائه الى تونس يلزم نفهموها لانه بوه تونسي هكا ولا امه تركيه وعاش في سويسرا. هاو نجمنا نقنعوا ملاعبي كيما حنا بعل والا غير حنا بعل باش يجي رغم اللي هو ما عندوش علاقه بتونس. هنا تولي الرغبه ولا و لونتوراج حنا بعض المجبري انا حكيت مع ابوه ومع امه في مناسبه من المناسبات عندهم رغبه كبيره ربما سمير سامحني قص عليك كان حكينا معاه زكي العمدوني وقت اللي بدا يظهر في الفريق نتاعو في القسم الثاني كان يدخل ساعات وسط اللعبه مع فريق استاد لوزان وكان واضح انه عنده الامكانيات في الوقت هذاك ربما المكتب الجامعي وسليم بن عثمان المكلف بالتفاوض مع اللاعبين ينشطوا لبرا ما كانش يظن انه اللاعب عنده من الامكانيات اللي باش تخوله باش يوصل للنيفو هذاك ربما ما استغليناش الظرف فوالا انا باسيزي لو مومون بورتا رغم القيمه الكبيره اللي صارت مع ملاعب الخدمه الكبيره اللي صارت مع ملاعبي اخرين صحيت وليد مولاي انا منين مش نعرف انا ملاعب يلعب في الديفيزيون 2 ما عنده حتى معناها قيمه كبيره ياسر ماهوش بارز ولا واحد باش نجيبه للمنتخب كيما عندنا تو ملاعبي سيفلا ثلاث اربع ملاعبين ما نحبش نسميهم سمير سامحني جوست تنجم وقتها ما تجيبوش المنتخب الاول لازم تجيبوا المنتخب بي 21 وتشوفوا ولا على يلزم عندك ولا تحكيوا معاه اي لا اذا كانك انت خديت استراتيجيه نتاع اللي يلعبوا التوانس اللي عايشين برا لازمك عندك دي ديتيكتور بارتو سورتو في لي ديفيزيون انفيريور معناتها في لي ديفيزيون عندنا الكام تاع سيباستيان تونيكتي ديجا يعيطوا له مع البال ولا مع الاولمبي دونك وقتها وتكتشف وقتها وتتبعوا ناخذ تعليقك طارق سير مع الموضوع معقول والملاحظه الاخيره خلينا نكملوا هذا الاخير ونعطيك طوبر عن تجربه احنا بنيدر مش قلنا له وكلمناه وما حبش يجي لا صبري لا موش يقبل تذكر صبري لا موش يقبل عاد انت قول لنا عاد انت وقتك انت ما حبش يجي زاد جاو ما نعرفش اي ما جاو عمل معاكم استاج ما دخلش اي داكور من بعد مشى ولا صبري لا موش اللي عم تاع الانتر واللي عم تاع كذا فهمت برشا امثله راهو عندنا برشا امثله في الميدان هذا اذا كان مشينا في التوجه كيما قال طارق يلزم من سيلول كامله تخدم في الموضوع هذايا والملاعبيه من اللي عمرهم صغير بالكل نعطيهم الارتباط بتونس الانتماء الانتماء طارق سالم وليد قال نتاسف توافق الراي تاسفت بعد سماع الخبر هذايا اكيد خطر اول حاجه ما عندناش اتاكون ونحبوا المنتخب التونسي يكون يشرفنا في الكوب دي موند ما نحبوش نمشيو ونرجعوا بخيبه كما الخيبات السابقه اكيد معناتها هو ملاعبي سيفري تونسي ماذا بينا نستغلوه هو زاد من حقه لانه عايش في سويسرا ومولود في سويسرا من حقه انه باش يختار المنتخب السويسري
بالنسبه ليا بتاتر معناتها العمر نتاعو 22 سنه ماركي 12 بونت ويمكن حتى اكثر. احنا ما عندنا حتى اتاكون فالابل توا في تونس الحقيقه، معناها احسن اتاكون عندنا شكون توا؟ اعطيني اتاكون تحس انت كان تلعب كان يلعب مع ليكيب ناسيونال باش يعبي بلاصته، مش باش يعطي اضافه يعبي بلاصته. الخنيسي عيطوا الخنيسي هو معناها في سنه متقدمه ومشي وكذا، البوست فارغ برشا البوست اي سورتو هذا 21 عام معناتها اذا ولا 22 عام معناتها نتاع 10 سنين القدام 8 سنين القدام معناها ممكن تاخروا شويه في اكتشاف موهبه بتاتر موهبه. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقه هو في حياته الرياضيه. وراه حتى كان جيل المنتخب التونسي رغم القيمه نتاعو اللي حكيوا عليها نذكر راهو النجاح نسبي، راهو كيما نجم ينجح كيما نجم ينجح ينجموا يلعبوه دو ماتش في تونس بعد تضحيات ماديه وكذا واقناع ودرا شنو، ويجي لتونس يلعب دو ماتش يقولوا له ديجاج دور برشا يا اخي توسكار ما كناش نلحقوا بيه توسكار ومتالق ودرا شنو في توسكار شنو عمل المنتخب التونسي حتى شيء وغيره راهو امثله معناها هو شنو يقولوا الفيدراسيون دون املاءات ودون شروط كان شي يجي بلوشي هذا شنو يقولوا ديما الفيدراسيون والرئيس نتاعها. اي هذاك هو هذه الاخبار الاول. دونك زكي العمدوني الملاعبي اللي كانت منتخبنا والفيدراسيون نتاعنا كانت في مفاوضات معاه اختار رسميا تمثيل منتخب سويسرا ورفض عرض المنتخب الوطني التونسي. الاخبار الثاني اللي باش تناولوه اليوم هو اجتماع لجنه الاستئناف التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم في خصوص ملف وما يعرف بقضيه هلال الشابه والنادي الافريقي، استئناف الشابه ضد النادي الافريقي واستئناف النادي الافريقي ضد هلال الشابه. دونك اليوم فما زوز ملفات والقرار هو تأجيل النظر إلى يوم 31 ماي المقبل جلسة يوم الثلاثاء المقبل. شو اسمعوا شوية تصريحات رشيد زمر الناطق الرسمي للنادي الأفريقي تعليقه حول الاجتماع وما صار في الاجتماع في ميكرو زميلتي بشرى سعيد. هما زوز إثارات، دونك الإثارة بتاع النادي الأفريقي دونك طلبنا الزوز طلبنا التأخير فيها، وبالنسبه لاثاره تاع هلال الشابه طلبنا احنا التاخير. والله نفس السبب كيما سبب تاعنا احنا كيما سبب تاع الخيال في هلال الشابه لكونه الاطلاع اكثر على الملفات هذيا، الخيال في اللجنه القانونيه نجموا يجاوبوك اكثر على الحيثيات. الحيثيات وصلوا البارح لهلال الشابه في وقت متاخر من الليل، انتم هل وصلكم تاكدنا انه وصلكم الحيثيات نتاع القرار ووقت نفس الوقت؟ شوف معناتها يا وكان افونتاج في الحالات الكل، هو ناكد لكونه وصلوا في نفس الوقت دي موا بالنسبه لنا احنا وصل البارح في الليل معناتها في نفس الوقت البارح بعد نص الليل. لكن اللي ناكدوا اللي نحب ناكدوا للناس باش حتى حد يعمل تاويلات كيما يحب بتات يهزوها، اللي في الحالات الكل حتى كان ديما عندك في القانون عندك دي موا المعروف هذا اللي كون عندك حق تطلب التاخير في الحالات الكل، دونك ما ثماش انا فونتاج. هذا رشيد زمرلي ناطق رسمي وعضو الهيئه المديره للنادي الافريقي. من جهه هلال الشابه طيب الصادق عضو اللجنه القانونيه تصريحه على اجتماع اليوم. وكاو معناها باش تتاخر ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم 31 ويقع النظر في الملفات الزوز، معناها ملف النادي الافريقي وملف شاب الزوز الاستئنافات اللي قاموا بهم سواء الجمعيه هذه ولا الجمعيه. دفاع التاخير هذا ما احنا زاد كذلك ما عندناش اطلاع على الملف ديجا، انا توا استغربت الحيثيه هذه سجلوها لي في الملف، استغربت كيفاش معناها ملف يجينا نص الليل معناه دقيقة البارح، ومن ناحية أخرى نمنع تقريبا من أن نشوف محتويات الملف، قد نلقوا حاجات مفاجئة كما البارح في الحيثيات. احنا في الرابطة طلبنا الرابطة بالملف التأديبي نتاع رئيس نادي الافريقي، نتفاجئوا اليوم البارح وأنا الرابطة تحيث به، بينما في الجلسة الفارطة قالوا ما عندناش القرار وإحنا ما عندناش علم بيه وما جاناش وماهوش من محتويات الملف، معناها ولت محتويات الملف تضاف بعد الجلسة. الحاسيل هو إضافة للمسائل الأخرى تو إن شاء الله الجلسة الجاية ماهوش مجالها تو نقدموها إن شاء الله. هذا طيب بالصادق. بعد شوية باش نسمعوا زاد تصريح آخر لكاتب عام هلال الشابة محمد بن براهم. وليد لك الكلمة. سمعنا زوز تصريحات شنو اللي شفتها؟ والله أيمن هذه الحاجات الشيء اللي كنا نسمعوا فيه، هذه الحاجات اللي تحل البيبان نتاع مرة أخرى نتاع التأويلات نتاع الاستنتاجات اللي ما تصبش في صالح الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل اللي تبعتها. خلينا نكونوا واضحين، اليوم الرابطة ولجنة الاستئناف وكل الهياكل هذه تابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وتأتمر بأوامرها، واللي يقول عكس هذا راهو قاعد يغلط في روحه ويغلط في الرأي العام. الواضح انه فما سياسة الهروب الى الامام، لكن الحقيقة قلت احتراما قلت لك
الهلال شبه ونادي الافريقي انه القرار يهبط نص الليل ما نعرفش علاش نص الليل يا جماعه يخدموا برشا سمير معناتها وقعدوا حيث حتى نص الليل وبعثوا يمكن سهروا برشا وبعثوا يستناو الصباح لا هي الجلسه اليوم معناتها حتى كان قعدوا يخدموا نص الليل غير لايق بالضبط غير لايق دونك بالنسبه للياقه تستنى الصباح وتبع بالضبط دونك ايمن باش ما نطولوا هي شويه قصيره اخويا الحكايه واضحه جدا الحكايه راهي باش تتفضل هيت نذكروا قبل ما نحكيوا على تاسيت نذكروا انه القرار نتاع الرابطه ديجا حكينا عليه وقتها في رمضان معناتها شوف قداش عنده تقريبا شهر ولا ثلاثه اسابيع ما يتحيثش وكان لي اتصال معناتها بالهيئه القانونيه بتاع نادي الافريقي وهلال الشاب البارح وقلت لهم شنو الامور وين ماشيه فزوز قالوا لي راهو ما تلقيناش القرار المحيث دونك لوجيكمون باش يتاجل هذا البارح العشيه في القايله جاء القرار مع نص الليل شنو هذه حيله قانونيه خبط قانوني لعبة انا سميتها على خاطر فضيحه اذا كان اليوم كان صار الاجتماع وانه ما صار ما جاش القرار محيث من الرابطه كانت تصير فضيحه اما هاوكا قال لك هاوك فما قرار دونك اما تبعث مع نص فما الليل فما خارج التاريخ معموله ايمن بالوقت وبكل شيء ومحضرة باش نوصلوا للشيء هذايا راهو معناتها ماهيش اعتباطية انه يتخدم ويتبعث نص الليل مش هكاك معناتها مش اعتباطي وماهوش صدفة الغاية منه انه ربح الوقت وكما قلت لك لعبة القط والفار تتواصل راهو مش بين الافريقي والشابة انا نقول بين جامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها وبين هلال الشابة ورئيسها في انتظار كما قلت لك انه الملف باش يوصل للتاس وقت يوصل للتاس ويتحكم ما نعرفوش وقتها شنو ينجم يصير لانه هلال الشابة اذا كان ربما تربح النقاط نتاعها سمير نجم تحل برشا بيبان اخرين نجمو نلقاو رواحنا في بطوله مره اخرى ب 16 ربما الترتيب الفوق ما يتمسش برشا لكن اللوتا والتيح نجم يتمس وقتها في عام نتاع كاس عالم نلقاو رواحنا ربما مجبرين ان نلعبوا ب 16 جماعيه برا شوف عاد وقتها كيفاش باش تفضى وكيفاش باش تحل المشكله لا مش حتى ب 16 جماعيه مش هذاك الحل اذا كان تمشي الامور القانونه للهلال الشابة مش تولي مشاكل اخرى على مستوى حتى بطل تونس والكيبات اللي لعبوا اللي مش يلعبوا المسابقات الافريقيه حتى على مستوى الطيح مش توفى هكاك معناها صعيبه معناها الحكايه صعيبه خاطر البلاي اوف وبلاي اوت ومشاركات افريقيه وبرشا ما تمسش كان نشكي ونعاودوا من جديد نلعبوا 16 فريق مش هذا هو اللي نتفق انه مهما باش تكون النتيجه نتاع القرار نتاع الاستئناف معناتها يا اما باش ينقضوا القرار نتاع الرابطه والا لا معناتها في كل حاله نادي الافريقي كان مش في مصلحته القرار باش يمشي للتاس واذا كان الشباب مش قرار باش يمشي للتاس يعني في كل حالات هذايا الكل ماضي عن وقت الاجراءات لازمها تصير بالقانون على خاطر ثم درجات تاع قاضي وبعد في كل حالات باش تتفاض في التاس هنية التساؤل بالحق سيريوزمون هنية لازمنا نشوفوا شنو الفرضيه اللي هي ممكن برشا ومطروحه لو التاس تجي في صالح هلال الشابه وتنقض القرارات هذوما شنو باش يصير في تيوح في البلاي اوت في الشابه اللي طاحت في البلاي اوف هنا نعطيو مثلا اكزامبل النادي الافريقي مشى لمركز مؤهل سواء مثلا كاف ولا تشامبيونز ليغ او احرز البطوله عنده ثلاثه نقاط حوافز اذا كانت نحاولوا نقاط الحوافز يكون مش يلعب تشامبيونز ليغ شو يلعب كاف اذا كان يلعب كاف مش باش يلعب حتى شيء الاول الثاني اذا كان يكمل بطل ما ينجمش يكمل بطل هنا الحقيقة مأزق كبير 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 برشا ونسمع سيد محمد بن براهم علق على الموضوع هذا كتب عام هلال الشابة تقريبا أسبوعين ماشيين جايين القرار مش حاضر القرار مش حاضر فوجئنا البارح اليوم الجلسة هي 24 فوجئنا البارح نص الليل ودقيقة يجينا على البوات ميل متاعنا حيثيات القرار الحقيقة أنا نتذمر لأنه كان بعثوا لي نص الليل قبل بجمعة نقول يعطيك الصحة ما كنت بعثوا لي ليلة صلى الله حتى اذا كان ما انصفتناش اليوم لجنه الاستئناف راهو ثم تاس والتاس نجم تنصفنا وحظوظنا فيها كبيره كما قلنا قبل اليوم التاس اذا كان مش تنصفنا هذا سيؤثر وجوبا على البطوله هذه وعلى نتائج البطوله هذه ولا شو عندك ما تعلق تاس والله عندي ما مش باش نقول انا اللي يستنى في قرار اخر من لجنه الاستئناف في بالي ما انت يحرث في البحر مع لجنة الاستئناف نفس القرار متاع الرابطة لأن هي تابعة للجامعة التونسية لكرة القدم ما أنا ما استنى في حتى قرار حتى الشابة نتأكد هذا جوست للتسويق الإعلامي أنا متأكد إنه الشابة يستناه باش لجنة الاستئناف تحكم وماشي ملفة للتاس وكو حتى الكلوب والكلوب كيف كيف ثم وقف قاعدين نخسر أنت خليني نكمل وبعد ما يسألش انا بالنسبه لي راهو المشكل ماهوش ما بين الشاب والكلوب الافريقي والله الكلوب الافريقي ما هي الا مجرد وسيله من الجامعه التونسيه لكره القدم خلاتها باش تكوفري روحها
ضد الشابة، لأنه شوف في القضية القديمة نتاع الشابة اللي صارت واللي طاح الناس الكل تعاطفت مع الشابة. توا رئيس الجامعة ما نعرفوه ذكي معناها يعرف يتصرف. توا الناس علاش ماهيش برشا متعاطفة مع الشابة؟ خاطر فما الكلوب أفريكا، فما شق كبير مع الماس نتاع الجمهور نادي الأفريقي قصدك، مأثرة في الرأي العام، مصلحة جمعيتها، مصلحة جمعيتها ومن حقها من حقها هي ملاك مزوز السينا فيه. طارق رأيه المشكل بالنسبة لي يا سمير، والله المشكل الأصلي هو ما بين الشابة والجامعة. عارفك أنا شنو تحب تقول، لكن بالنسبة وجهة نظر متاعك محترمة بطبيعة الحال، وعملت الفرضية متاع أنه الشابة مش تغسل قضية تاعها أوتوماتيك ما مش تمشي للتاس هكا ولا به، ولو حتى بنسبة قليلة الكلوب ما ربحتش القضية متاحة، ولو بنسبة قليلة من حقها تمشي للتاس، مش من حقها يلزمها مش تمشي للتاس. دونك في كلتا الحالتين التاس ماشيلها ماشيلها، هذا شخ... لا هذا ما تفهمين طوف داكوردو، معناها ربحت الشابة ولا ربحت النادي الافريقي واحدة منهم مش تمشي للتاس، دونك القضية باش تتواصل في التاس سواء عن طريق الشابة ولا عن طريق النادي الافريقي. سمير ضيعنا الوقت، هذا الكل، هذا المشكل طب. لأنك ضايع الوقت هذا الكل اليوم شهر ولا شهر ونص، وتزيد تبعد القرار مع نص الليل، معناتها ما نعرفش أنا كيف الحقيقة جماعة ظهر ويسهر جماعة سواء في الشابة ولا في النادي الفريق وليد. وأكثر من هذا تو أنت كي مش تمشي للتاس هكا ولا قد ايش تقعد؟ لا تطول في التاس، طولت في التاس، عندها قضايا كبيره، عندها قضايا على بالك الرب، باش تاخذ موعد في التاس برا لوش. دونك تكون تلعبت بطوله وبطوله العام الجاي وفات كاس العالم وكذا، يا ما الفيفا كي تاخذ قرارات راهو باش تنفذها بكل سوا. متفق معك، التاس مش الفيفا، التاس تنفذها اللي هو شنو باش تنفذها، ترجع اثر رجعي على البطوله نتاع السنه. شنو باش نعملوا؟ شنو ما باش يلعبوا كوب دافريك زاد وكاف لا وبرا، لو فرضنا التاس وقفت البطوله شنو باش يصير؟ مش ترجع الشابه الى مكانها الطبيعي، شكون بطل وشكون تاهل للكاف وشكون في الشامبيونز ونجم البطولات الافريقيه تنجم تكون بديت وقتها واللي طاحوا يقول لك انا عندي الحق باش نقعد، فهمت؟ مش فوضى كبيره، فوضى كبيره بسيط نتاع اي نعملوا بطوله نتاع 16 فريق على خاطر تمس البطل وتمس المشاركات الافريقيه وتمس اللي يلعبوا البلاي اوف وتمس اللي يلعبوا على البلاي اوف شومباردمون كبير. فوالا ورطه ما نعرفوا، نحن نقولوا نتمنوا مش نوصلوا لها، لكن مع الاسف الشديد باش نوصلوا لها باش نتحطوا فيها. كيما في تونس ما تمش نتصور بلاد فيها، مازلتوا باهتين معناتها بي. مازلنا باش نكملوا مع اخر اخبار اليوم في الانفو دجور. ماذا يحدث يا سي وليد ما بين خالد بن يحيى وعبد رؤوف بن غيث؟ هنايا وسائل الاعلام الجزائريه تحدثت على انباء عن تصدع العلاقه بين مدرب مديريه الجزائر خالد بن يحيى ومتوسط ميدان الجزائري عبد رؤوف بن غيث اللي احتج على اعتماد ليه في خطه مهاجم ثاني بدل متوسط ميدان، وبالتالي خالد بن يحيى احاله على فريق الامال. هنايا زاد نفس المصادر تقول انه علاقة بن يحيى مع المولدية وصلت إلى خط العودة، نهاية عقده مع نهاية الموسم مش باش يجادلوا، واتهامات هكا نتاع مؤامرة نتاع ترجي موصين خالد بن يحيى باش يلفيز بن غيث. هذا ما يقال وما متداول في الإعلام الجزائري. شنو نجمو رحمة المدربين والتوانسة بصفة عامة عند الأخوة الجزائريين ولات أحلى وساعة. سمير سليمي وطارق سالم يعرفوا خالد بن يحيى يظهر لي اكثر مني. خالد كان فما حاجه ما خلتوش يعمل مشوار كبير في التدريبات في التدريب، ولو عمل وهز الالقاب هو انه ما يمشيش بالتعليمات على الاقل في الفرق اللي خدم فيه، على الاقل في الفرق او ترينا عنده طارق سمير يعرفوا بالكدا يلعب معاه انه ما يمشيش بالتعليمات. دونك عيب ان نتهم مدرب مشى يدرب في فريق ونجح معاه رغم الظروف الصعيبة الإدارية صعيبة متاع المولدية في الفترة اللي مشى فيها خالد بن يحيى، نتهموه أنه يحرض معناتها ولا اتخذ القرار هذا نكالة في بلغيث وخذ تعليمات من مسؤولي الترجي. هذه النقطة الأولى. شو عبد الرؤوف بلغيث لاعب صحيح ربما في فترة معينة في الترجي الرياضي التونسي كان لاعب عاون الترجي، كان لاعب مهم في الترجي، والحقيقة أنه حتى في المخطة راضي جعايدي كان ينوي أنه يعمل عليه في التركيبة متاعه في وسط الميدان. سمير كان يعتبره أنه باش يكون من لاعبي المفاتيح في وسط الميدان تاع الترجي. بون اختار هو القرار وخرج، خذ القرار وخرج من الترجي الرياضي التونسي، لكن لازمك تعرف أنه حتى كي كان في الترجي أيمن كان لاعب مشاكس، كان لاعب مشاغب،
ما كانش من اللاعبين اللي في الفستير مع أصحابه برشا سمير. يبدو أنه نفس الوضعية هذه صارت في مولدية الجزائر. الإخبار اللي استقيتها أنا متزاير في انتظار ما نعرفش يكونش معنا طرف جزائري بعد قليل. نسمع طرف الجزائري عنا رضوان بوحنيكا. حتى الجو في الفستير أيمن بالغيث مفسد شوية الجو في الفستير تاع المولدية. هو بنغيث ربي يوجهه سلامات معناتها ما عادش موجود في البطولة التونسية فمش علاش باش نحكيو عليه معناتها مش هو ما يكونش الموضوع الرئيسي نتاعنا بل هو خالد بن يحيى. رضوان بوحنيكا زميلنا الصحفي من جريدة من الهداف ومن قناة الهداف كان اعطانا التصريح هذايا بعض التفاصيل وهو مقرب من كواليس البطولة الجزائرية. بالنسبة للمشكل تاع بن يحيى انه طلب من بنغيث انه يلعب في منصب هو ما قبلش، وعلى بالك العلاقة تاع بنغيث عنده عقلية شوية صعيبة سي بورسا قال له أنا نلعب وسط ميدان دفاعي يعطيني نلعب في البوست تاعي، هو عاود نزله للرديف والعلاقة متوترة مش إلا معاه، كاين بعض اللاعبين ما رامش يتفقوا مع بن يحيى سورتو مع النتائج السلبية الأخيرة. بن يحيى نهاية الموسم راح يغادر المولودية رسميا، يعني الإدارة لن تجدد العقد لأنها ماهيش راضية كتير على النتائج تاع بن يحيى خاصة في الأشواط الثانية. في كل مرة المباريات في الأشواط الثانية راهو يخسرهم بن يحيى وش كاين تاني، والأمور بعد الديربي الخسارة من اتحاد العاصمة الأمور مكهربة كتير في بيت مولودية الجزائر. شو عندك ما تعلق على الموضوع هذا سمير وانت تعرف خالد بن يحيى؟ من بعض النقاط أنه علاقة خالد بن يحيى بالمولودية متوترة منذ تقريبا شهر ولا شهرين من بداية الموسم، يعني 4-5 جولات وبدأت العلاقة تتوتر. وخالد بن يحيى وشخصيته بين مد وجزر، بين خالد بن يحيى وشخصيته كذا وبين المولودية وبين الأمور، والمولودية فريق كبير وعريق ويطمح إلى الألقاب وفريق معناها يقول لك أنا أخويا النتائج متاعي سبب أسناء على الأقل على مستوى النقاط. يعني هذاك علاش رضوان بوحنيكة اللي نحيوها بالمناسبة هو صديق عزيز يقول لك انتهت العلاقة بنهاية الموسم، و لو فيت انه خالد كمل مش يكمل الموسم انا نعتبر انه نجاح ولا بالحق ظروف صعيبه لا لا يعني حتى الرصيد البشري راه ماهوش رصيد بشري كبير نعرف المولدية حملوش كل شيء لخالد بن يحيى ونتائج خير من عمناوي فريق اللي اكثر شعبيه يا ولدي شناوي يا معلم شبيك جمعيه وكمل خسر الدربي دونك فوالا. من ناحيه ثانيه وبسرعه باش نطول المدرب الذكي يستعمل اللاعب باش يجبد منه لو ماكسيموم هكا ولا لكن كذلك في حق المدرب ان يلعب اللاعب في اي مركز واللاعب يلزم يطبق تعليمات المدرب هكا نتفاهم. اللاعب يلعب ميلو تيران ديفونسيف وريليور وشفناه في الترجي الزوسي فماش علاش تحط فيها فان سونتر ما فماش علاش ورا المهاجم مش ورا المهاجم وجهه نظر فنيه خاطر هو خالد عنده فنيه اللاعب ما قبلش الموضوع هذاك يعني فما مشكل تواصل بين اللاعب وبين المدرب نتاعو على خاطر انا كلاعب ويقنعني مدرب بفكره يحطني وين يحب نلعب له خاطر جوست على خاطر هو سيدي هكا ولا انا في كاريري نلعب في الوسط جاني مدرب من المدربين قال تلعب بارير جوش يا ولدي كيفاش بارير جوش تشبيك ولد نلعب في المنتخب بارير جوش وبعض الحين خالد بن يحيى في الترجي تصديقا لكلامك كي جاكم حطكم قدام ديفونس سنتينيل كوليبالي ولا يلعب روليور لكن مش الاشكاليه انه المدرب مش خالد سيدي المدرب من حقه يستعمل كل لاعب في المركز اللي يحب عليه هو لكن لازم تقنع اللاعب نتاعك واللاعب يلزم يمتثل لقرار المدرب ماذا بينا باقناع يكون مقتنع انه فكره المدرب هي الفكره الاصح وممكن اني تعاون فريق في المركز هذاك دونك عمليه التواصل بين خالد وبين بنغيث ما كانتش عمليه معناها وكونيسون تمبيرامون تاع خالد بن يحيى وتاع بنغيث مستحيل باش يبدا فما تواصل بيناتهم وربما مشكل خالد زاد في بعض الحين خاطر نعرفه صديق عزيز وكذا ريجيديتي صحيت كاسح صلب في مواقف كاسح وما يلزموش يكون هكاك يلزم يعرف يتاقلم مع فما بعض الملاعبيه مالوغوزمون حتى طارق يعرفوا مليح اي يلزم هذاك علاش نحب نسالك تو انت تعرف خالد بن يحيى نجم النظريه اللي مشاو فيها شقانا جزائريين انه ثم تحريض هكا وكذا ما نعرفوا مستحيل شنو مستحيل اي نظريه اخرى نجم نقول لك بن يحيى من المدربين كي تقول له لعب فلان حتى يكون في لعبه معاش يلعب انت مسؤول بالحق راهي وصارت يقول تجي مسؤول ما المسؤولين يحبوا زعما هكا يفهموا في الكوره ويجي المدرب والله الملاعب هذا قاعد في لونترمون طاير علاش ما تلعبوش والله حتى كان يبدا باش يلعبوا ينحي بن يحيى
وصارت معناها وانا نعرفه بن يحيى كيفاش يخدم. نحاك انت؟ لا ما نحانيش انا. لا لا مسؤول قال لا ما جاش باش ينحي. لا والله لا بالعكس. اما هو اما سورتو باش نعطيك هو نحى شكون باش الافطار يا اخي سؤالي هكاك نعطيك انديس اخر. كان جاء هو معناتها يسمع كلام المسؤولين راه ما يجيبش بنغيث وقت اللي جاب بنغيث هو للمولديه خذاه وقتها هو في المشكله مع الترجي وشاكي مع الترجي وقتها وحكينا عليه وقت الموضوع دونك مستحيل الامور التواصل مع اللاعبيه هذيك نقطه ضعف قد بن يحيى مع اللاعبيه في 10 ثواني كلمه المفروض انه الجلسه تاع النزاعات في الفيفا باش تكون في مارس بين ترجي وبالغيث تم تاجيلها من بحكم عدد قضايا كبيره موجوده لدى لجنه نزاعات الفيفا مازالت القضيه مشهوره اهم من بنغيث وترجي معناتها تم نعم مازال قبل بلوتو بالغيث باش نكملوا فقط هنايا الشيفر دو جور باش نتناولوه بعد شويه في علاقة بالنادي الرياضي صفاقسي وقراءة في مباراة غدوة معنا بالهاتف موجود معنا في المباشر فولا يقولوا لزملائنا في الحفلة أنه معين شعباني موجود معنا في المباشر باش نحكي معاه على ما قاعد صاير في المصري البورسعيدي موجود معنا مباشرة من مصر معين الشعباني مساء الخير على سالة معين مساء النور راي مستحوالك الحمد لله وشكر الله نسلم عليك نسلم على كل بتاع المستمعين نعرفش كن معك في البلاتو نسلم عليهم الأولاد الكل سمير طارق سالم وليد قرفال سلم عليهم الكل مرحبا مرحبا معين مرحبا عايز عايز معين الحمد لله نسأله على حوالك أنت ساعة قبل كل شيء لأنه أنت توقعت تخلق في الأكتواليتي في مصر وفي تونس البارح الأخبار اللي الناس الكل نعرفوهم في بالو بها أنه نهاية العلاقة بين معين الشعباني والمصري البورسعيدي وصلتوا إلى نقطة اللاعودة ثم يجي بلاغ من مصري البورسعيدي يقول على أثر الاجتماع اللي صار مع محافظ بورسعيد معين الشعباني سيواصل في قيادة المصري البورسعيدي شنو اللي صار شنو اللي قاعد صاير في مصر وفي بورسعيد معين بون الحقيقه فما برشا حاجات صار وين عرفت كان فما مساحه باش ولا تحب نحكي لك من الاخر اعطيني من الاخر معين بون من الاخر خاطر هو فما حاجه مفصليه بالطبيعه في العلاقه هذه تعرف انه انا من اللي جيت الحقيقه فما نفس ديما فما مشاكل الاداره مش قايمه بالواجب جيت نلقى مشاكل اخرى باعوا معناها دي جوار اللي هما لسه صار نتاع الكيف اللي هما زي الكيف وده شو اللي كيف ناسيونال كيما رفعته عمر كمال عبد الواحد جيت زاده كيف كيف سمعت اللي فما دير كنت معنا سامي داهيه معناها الشيخ و و وعمر مرعي والياس وكل شيء دونك سامي هذوما قلت نجموا نبداو بهم نعمل حاجه في كل بطيك تعرف الاوبجيكتيف بالنسبه لي انا سيتي ان تشالنج قلت انا هزيت الشامبيونز ليغ الحمد لله مع الاسبيرونس بوركوا با نشوف نجم نلعب كاف مع ايكيب نعمل انا ايكيب جوست نلقى ايكيب حاضره نعمل انا ايكيب الحمد لله بدينا بشوي بشوي من بعد لقيت انه لي جور هذوما الكل ماهمش كاليفي دونك لازيت نبدا لي تور الاولانيين بعيدا مش ايام ونمشي ولكن الحمد لله وصلنا بعد كنا في بول طيبه للامور في امازون دي بوتونسبور قالوا ما نصاروش نتعدي ولكن تعدينا وربحنا لي جران كلوب في الكريستيشن دونك تي تابتي جيت نعمل شي كيف والناس ولات تغرم وتجي تفرج وشافت انه نروح لنوعيه الكيف حتى في ستيل دوجو معناها تبدل خلينا معناها نعمل ستيل دوجو خفيف نطلعوا لفوق حتى في الشامبيون عملنا دي كلوب باهين ديما فيها ماتش نهلي تعرف انا تربح نهلي معناها تسمى حاجه كبيره تعرف كيف كيف يجي ورق حمر وتربح معناها التنوز يجي تربح كام من بواحد ديمتريز معناها الماتش لكن منذ الانسحاب بعد نهضة بركان سبحان الله هزيت اكيب حطيت اكيب يبدو لي انه لي ريزولتا هذوك كانوا هكا الشجره اللي كانت مغطيه برشا برشا كل مغطيه برشا لانه فما برشا مشاكل انا ديما تكلمت ونتكلم معاهم فما برشا دورات معاهم مش خالصين فما بعد كبير بين انا فجوه بين الاداره واللاعبين تعرف اللي احنا ماشي في بورسعيد احنا ديما في برج العرب ونستاد الكبير يلعبوا بعاد معناها برشا على البلاد تاعهم فماش تواصل كبير دونك وقت اللي فات كوب دافريك صار ضرب صار معناها الضرب هذا جوالات سي بون تستحملوا برشا على خاطر انا زاد فما برشا حاجات بعد كي صار الضرب هذا فما صار شوت نوعا ما معناها تعرف اللي وقت تصير ضرب خمس ايام ما تترناش تولي فما بريسيون ما عادش فما فلوس ولا فما مواجهات نتاع انتم ماخذين هما ماهمش ماخذين دونك بدا بلوز اوموا المشاكل هذيا كثير ما عادش فما برشا كوميونيكاسيون ما عادش فما برشا كونتاكت زيد معناها كي تشوف فما اخطاء تحكيميه صارت
وديجا ما صار حتى في المافيولا بريس كل ماتش الماتش اللي فات مارتينيز بونت تحاول الماتش اللي قبله ثلاثة بيناتيات صحاح ما تعطات حتى واحدة الماتش اللي قبله زاد كيف كيف ربحين الزمالك ورقة حمراء ما تعطات شوية صحاح دونك كانت الفار معناها مشاكل شوية منه ومنه معين هذوما المشاكل الكل ومؤشرات توحي وتؤكد وتقنع الجميع واللي قاعد يسمع فينا انه معين الشعباني سيغادر المصري البورسعيدي وانتهت الرحله بالبهي نتاعها وبالخايب نتاعها وهذا اللي تفهمتوا فيه وشخصيا انا هذا شنو اللي نعرفه قبل ما تمشي وفر لوتوروت للبورسعيد شنو اللي صار اونترتون الريمونتادا اللي صارت معناتها باش انك انت خيار المواصله مقتنع به والا هكا الضغط الجماهيري رضخت له حشمت منهم شنو بالضبط الحقيقه معناتها نعطيك سؤال لا الحقيقة مش نخبي حد شيء أنا تعرفوا عندي كلوز ليبراتوار وجاوني برشا في كونتاكت من هنا وهما يخرجوا معناها يتكلموا يقولوا لا ما معناها الكابتن مش تمشي حتى بلاطة حتى كان مش يمشي عندي كلوز ليبراتوار و و و دونك هما ديما في مخهم الحكاية هذيك أنا ما كنتش عليك كنت معاهم قلت لهم كان عندهم زاد أمور مشاكل مادية حتى معينة كان ما عادش تخبروا أنه مش تخلصوني أنا ما عنديش مشكلة أو نمشي أنا ما نكونش أب على حتى حد بالعكس بالتراضي ولا شرط جزائي ولا حد شيء دونك كانت هكاك وقت اللي الناس سمعوا معناها اللي بس الكونترا كلموا برشا وخرجوا في الشارع وقالوا لا ما نمشيش والكونترا ما بينحبوش شيء اللي خلى معناها المحافظ معناها الوالي تاع البلاد هذه تعرف البلاد هذه عندها قيمه كبيره معناها خطريه على في نفس بلاد شحونه ومسموعه دونك الدخل هو صار اجتماع قال لي احنا متمسكين بيك وما تمشيش وحتى هما قالوا متمسكين بيك وانا نقول لي اذا نمشي دونك فما كلوز ليبراتوار يعني واحد نحاول نشوف معنا باش نجم نتعامل مع السيتياسيون كواتر بريدون واحد يكون رزين ونحاولوا معنا نحاولوا كما هما قالوا فما وعود باش تتحسن الامور وباش نعملوا وباش نخلص الجوارات وباش نقربوا لكم اكثر وطلب شوف بون شنو نقول لك نعطيو لبعضنا فرصه اخرى نشوفوا شنو الناس قلت لهم شفتوا معناها الكيب اللي ما كانتش معناها تنجم تاع توصل لبعيد وصلت ما منتوش بها مارغريسا وصلنا لازم وقفه باهيه من الناس الكل بيه بيه معين اقعد معنا فقط نخرج فاصل صغير ثم باش نرجعوا عندي زاده شويه اسئله وشويه تفاعلات من البلاتو فاصل ثم نعود بلس من 7 ل 8 تاع الليل مرحبا من جديد في سبور بلس 7:49 دقيقة موجود معنا في المباشر من مصر معين الشعباني ناخذوا شوية تفاعلات سمير أكيد راكم تبع شوية الأكتواليتي نعرف توا معنا هو معين ومن قبيلة وقت نسمعوا فيه تحسوا مقتنع أنه هو بالمواصلة متاعه قال هيت نعطيه آخر شانس وقالوا باش يخلصوا الملاعبية وعلى خاطر الجماهير وبورسعيد مدينة سخونة ينشم في ريحة شوية سياسة هكا نتاع باش يروضوا المدينة يبدو أنه معناتها هو يسمع فينا راهو معين مسامحني نحسه مش مقتنع وهاني معاكم وكهو اي بطبيعه الحال تحيه ليك معين ان شاء الله خويا ان شاء الله خويا ربي يوفقك انا مش وجهه نظر لا اكثر ولا اقل في بعض في بعض النقاط وبسرعه في بعض الحين الشرط الجزائي يخدم مدرب في بعض الحين يضر مدرب انا متاكد معين نجم ياكد هذا ولا انه كان في مجرد جزائي معين يخرج نقطة أخرى مهمة. شوف سمير أنا كنت النجم نخرج برشا مرات. الحقيقة وجاني عروض برشا مرات وبرشا مرات فيهم حتى شرط جزائي حتى وقت اللي هما جاوا باش يجددوا الكونترا وريتهم أوفر تروا فوا الأوفر نتاعهم ولكن أنا كنت مرتاح ماهيش ما النقطة لا لا معناها بعض الملاحظات خاطر وبتتر الشرط الجزائي يمشي في مصلحة الفريق أكثر من المدرب راهو خاطر فما مدربين يحطوا شرط جزائي ومن بعد يوحلوا يجي أوفر معناها حاجة باهية وكذا ولا ظروف ما عادش تصير أنا ما حلتش خاطر حتى الأوفر اللي عندي ينجم يخلطوه الشرط الجزائي ولكن لا نعرف نعرف لا لا انا جست ما حبيتش الغدره وزعما انا معناها نحب اي لا لا نعرف نعرف لا انا جست ملاحظه وكهو انا شخصيا اذا كان يقعد معين في الفريق نتاعو مصلحه الفريق ومش مصلحه معين رايي الشخصي ماهيش في مصلحه معين انه يقعد في فريق عنده مشكل مادي كبير ياسر يقعد مدرب بانتدابات وما يوفيش بالوعود نتاعو يتدخل الوالي باش يريض الاجواء والفريق يقعد اسبوع ما يتدربش هذه كلها مؤشرات سلبيه
هذه من ناحيه صحيح. انا نقول لك انا صحيح. واذا كان انت قرار عندك انت بطبيعه الحال ان شاء الله اخويا ربي يوفقك اللي تختاره انت، ولكن انا قلت في كلام اول كلامي راو الوضعيه الحاليه المضرور منها هو معين اكثر منه الفريق نتاعو لا اكثر لا اقل. ندخل في كلمه اخيره، الفوارق الماديه الكبيره كبيره 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 بين الاربع فرق الكبار وبين الفريق اللي يدرب فيه المصري، اي اللي يدرب فيه معين. معناها معين يدخل في حرب خاسره مع انديه اقوى منه ماديا ويحط اسمه كمان في الميزان، وبالتالي نظن انه تجربه الى حد الان باهيه وانطباع طيبه خلاها معين. انا نرى انه الوضع لا يبالي التايمينج هو باش يخرج هذا شنو حتى لو كان فما حتى لو كان فما وعود بتصحيح ربما وانت دبيت وليد تفاعل ونرجع المعين. انا سمير موافقك في اغلب اللي قلته، لكن الرار شو المدرب الكارت فيزيت والسي في بتاع مدرب مش كنجاحات رياضيه. ساعات راهو فما امور تاع علاقات، امور متاع معاملات متاع ناس عطاتك قدرك، ناس وقفت معاك. فما لقطه مؤثره جدا عاشها معين شعباني، راجل يمكن عمره في 70-75 سنه طبس على راس معين وباسو وقال له اقعد معانا. معناتها شو راهو حاجه كيما هكا ما تتشريش ولا ما تتشريش بالفلوس، معناتها فرجاني سياسي ولا فرجاني فرجاني سياسي. التعاطف هذا راه نجم يكون وقت بيان سور فرجاني سياسي. سامحني وليد في كلمه، فرجاني سياسي مره كبيره جابت له قفه بالذهب بسينا نتاع الكره حو صغيره. راهو في الكوره في البروفيسيوناليزم في الكوره ما فهمش. شو كان مشيت انا في نظري كان مشيت الامور مشيت، كان ما مشيتش معين مش باش يقعد بطال. معناتها العروض مش على بتاع اي فهمك فهمك مش باش تبدل حاجه كبيره، وين مش تمشي حتى رياضيا حتى رياضيا حتى رياضيا كما مشات الامور راهو مش باش يكون هو المسؤول رقم واحد. يا راجل من المرق بين عشيه فريق من المرق بين عشيه فريق ما عندوش فلوس. طارق قلت كلمه مهمه. لا لحظه بركه معين باش نعطيك بقيه الوقت. طارق قال كلمه مهمه، قلت انت يمكن تعاطف الجمهور هذا وقتي. ما معنى وقتي يا طارق؟ وقتي خاطر كان يكمل معين بنفس الظروف وتكون الريزلتا خايبه باش يدور عليه الجمهور باش يتحمل هو مسؤوليه ولو هو ماهوش مخطئ، لكن في الاخر مش يتحمل المسؤوليه المدرب. اول واحد هو اللي باش يكون كبش فداء راهو في العالم كامل. دونك معين النصيحه الوحيده المعين ما تكونش ما تدخلش العاطفه في قرارك في الامان. المعين الشعباني لك الكلام. هذا صحيح، العاطفه صحيح والكلام كله صحيح، ولكن تعرف واحد طبيعته وشخصيته. وقت اللي انا نجي نتفاهم مع ناس كلهم معناها محترمين، وقت اللي نقولوا فما ديريكتور 12 نوت تحقوا هذا وهذا باش نهزوا مستوى الفريق الفوق، يقولوا بعد بون ممكن عندنا مشاكل نتاع فلوس نخلطوا جواريتنا خير. قلت لهم اوكي احسن حل، انا طالب الاستقرار ما ناخذوش ديريكتور 12. وهذاك اللي صار وطلعنا بمستوى الفريق مالغري بالجواريت هذوك، ولكن ما خلصوش حتى جواريت هذوك. ايوه المشكله وين؟ انا شفت المشكله وين. انا تعاملت معناها باحترام وتقدير مع الناس الكل. اليوم سيتياسيون معناها شو نقول معناها الناس هبطوني من الكهرباء من بعد الماتش وفرحانين وربي يقعد هذاك الكيس للجوار نشكرهم الستاف تكنيك هذا اللي معايا. توا انا مواصل مع الفريق حتى نشوفوا ايش الوعود اللي قالوا عليها باش تحقق ولا باهي. نكمل معك باخر سؤال. ماك تعرف هنايا معين شعباني هو في مصر عنده توسيب للمصريه، لكن زاد ديما ثم العينين التوانسه على معين الشعبالي، من يعتبر انه معين كان عنده فريق جاهز في الترجي الرياضي التونسي وقت اللي لقى عنده فريق متوسط ما نجحش في معين الشعباني. ما تعليقك على وجهه النظر هذه يا معين؟ لا بالعكس الناس اللي تتبع مليح شوفوا كان يتبعوا معنا في الصحافه المصريه في التلفاز يشوفوا الناس شنو تحكي والنقاد معنا كيفهم انتم شنو يقولوا معين الشعباني اضافه كبيره للدوري المصري. احنا كنحبوا نجيبوا انترونور اترونجي، نحبوا نجيبوا واحد كيما معين الشعباني يعمل حاجه كيما اللي قاعد يعمل فيها، يعطي اضافه قراءه فنيه وبرشا ماتشات معنا كيما قلت عملنا ديزيكتور كبار مالغري لي كونديسيون ما همش باهين. كيما قلت كان حسين بشير كما نقولوا في الاسبيرونس نجم نجيب لي تيتر وحدك لهنا خديت معايا وحدي وبنيت معايا وحدي مشينا عملنا ماتشات كبار وصلنا كاردو فينال كما قلت تفرجنا مع بركان فما ظروف اخرى زاده صارت، ولكن عملنا حاجه معناها هاو معين شعباني خذا كيف ماهيش حاضر وعملها
وكبرها وولت عندها اسم والناس تحكي معناها تقولك إضافة الكرة المصرية شو ما برشا فيديوهات معناها تنجم تشوفوها فما عروض في مصر ولا برا مصر؟ بس كما قلت ديما فما ديما فما العروض لكن كما قلت أنا تعاملت باحترام محترم العقد نتاعي محترم اسمي مانيش لتيت اللي نهرب مانيش لتيت اللي نتبع معناها الفلوس على خاطر التيكيت بيت تلصق فيك ما نحبش تلصق فيها حاجة معاك ديما نحب نتعامل باحترام مع الناس كل نضحي بالخير وكيف نضحي بالخير إن شاء الله. أعطيك صحة معين شعبيني كنت معانا مباشرة من مصر هذا في خصوص التفاصيل علاش قرار الانسحاب ثم علاش صار تراجع وتفاصيل مسار في محافظة بورسعيد. فيزا خاطر معين يختم كلامه بطبيعة الحال احترام كلمة احترام مهمة برشا لكن الاحترام يجب يكون احترام متبادل. بالفعل مش بالكلام الإدارة تحترم المدرب والمدرب يحترم الإدارة هنا مدرب يحترم كلمته وتعاقده مع الإدارة والإدارة بكل أسف لم تحترم التزاماتها ولا تعاقدها مع مدرب هكا ولا لا كيف تجي أنت توعدني بانتدابات وما توفيهمش ثم حتى الملاعبية اللي تصرف لها ما تخلصهمش هذا نعتبره تقصير وبالتالي وقت اللي معين يختار أنه يمشي ما هوش قلة احترام ولكن ربما قرار يكون صائب فقط خنكملوا ببعض الأخبار والمسجدات مش بشي يكون عنا باشا وقش نحكيه على سيسيس ونجم السهل حكينا عليه البارح وغدوة إن شاء الله طيب بش تكون الحصة كاملة بش نحكي فيها على سيسيس والتواليت نذكروا غدوة مع لارو عمتال عشيفي طيب المهيري الحكم هو أيمن النصري وسحبيني جلالي يكون حكم الفار تعليقاتك على الحكام تنجم تخليهم الغدوة وليد فما مشكل قدام السادة المستمعين والسادة المشاهدين غدوة مانيش موجود في البلانيقة ما راني جاي اسمعني مازالك دقيقة ونص تحكي شنو عندك تحكي عاد تحكي أيمن النصري سي سمير سليمي في خرق القواعد الفيفا زفر ماتش البارح زفر حمام سوسة والمتلوي البارح بعد 48 ساعة باش يزفر سي اس اس والنجم الرياضي الساحلي قانون الفيفا اربيتر ما عندوش الحق يزفر الا بعد 72 ساعة من المقابلة اللي زفرها قبل ينطبق على الليزربيتر زيادة وي خرق لقوانين الفيفا وما يعرفوش الشيء ذي ما نعرفش يعني بيدي بيت معلومة تحصلت عليها لكن معلومة متأكد منها انه بعد ما زفر البارح والمقابلة كانت فيها بعض المشاكل كيف كيف عنده انتسيدون مع نادي رياضي صفاقسي في لقاء اتحاد بن قردان ونادي رياضي صفاقسي مشكلة معناتها كنا نجمو نتجنبو تعيين كيما نهك محرز الملكي يوسف السرايلي اللي اداروا الديربي نلقاهم زادة موجودين في لقاء ترجي واتحاد الرياضي المونستيري رغم الغضب الكبير نتاع ما هي مش معناتها القرارات برؤية جماهير الترجي صحيحة مش صحيحة لكن كان فما غضب معناتها الحقيقة تعيين محرز المالكي ويوسف السرايري فيه استفزاز وتحدي لجماهير الترجي الرياضي التونسي معناتها راهو علاش ما نحطوش مثلا أسامة بن إسحاق اللي هو ما زفر حتى مقابلة لتو خي نضال طيف شبيل ثولة زفر لا أمير لوسيف أمير لوسيف مش نضال طيف نصر الله الجوادي نحيناه قبل البلايوف على خاطر سوادي زود لم اتحاد بن قردان ضد النادي الرياضي البنزرتي أمير لوسيف ما يزفرش رغم اللي هو حكم دولي حكام ماهوش دوليين قاعدين يزفروا سمير خوذة وشكشوك كبيرة برشا التحكيم ولا بالحق نستناو حتى توفى سيتيام جورني ومن بعد نعملوا بيلون تاع التحكيم ودعوة متجددة لجماعة التحكيم في الفيدراسيون باش يكونوا معانا معناتها نفرحوا رانا معناتها فما ما يتسأل فما ما يتحكي هما قالوا إلا ما توفى الشامبيونا باش نجمونا يعطيك صحة طارق سالم سمير السليمي ووليد قرفيلة شكرا الناس الكل في المتابعة وفي الاستماع إن شاء الله ملتقانا غدا في نفس التوقيت صباح الخير سبورت بلس على إيه